رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي أشاد مجلس الوزراء بالنتائج الإيجابية للقمة الخليجية المغربية التي عقدت في الرياض مؤخراً وترأس وفد مملكة البحرين إليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لما تمثله من أهمية في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية في مواجهة التحديات التي تمس أمنها واستقرارها والوقوف بحزم في وجه هذه التحديات والمخاطر. فيما رحب مجلس الوزراء بنتائج القمه الخليجيه الامريكيه التي عقدت بالرياض مؤخرا وراس حضره صاحب الجلاله الملك المفدى وفد مملكه البحرين اليها ووصف القمه بانها بناءه ومثمره وستسهم في تعزيز اوجه التعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحده الامريكيه سياسيا وعسكريا واقتصاديا واستثماريا. وضمن هذا السياق فقد أشاد المجلس بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالدعوة للقمة الخليجية المغربية والقمة الخليجية الأمريكية التي عقدت بين قادة دول مجلس التعاون وكل من جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة وفخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تعكس الحرص على تنسيق المواقف عربيا ودوليا في مواجهه التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقه. وفي سياق ذي صله فقد رحب مجلس الوزراء بصاحب الجلاله الملك محمد السادس عاهل المملكه المغربيه الشقيقه والوفد المرافق الذي يزور البلاد مساء اليوم بدعوه من اخيه حضره صاحب الجلاله العاهل المفدى. متمنيا المجلس لضيف البلاد الكبير طيب الاقامه في بلده الثاني مملكه البحرين ثم تقدم مجلس الوزراء باحر التهاني والتبريكات والتحيه للعمال بمناسبه يوم العمال العالمي مشيدا المجلس بالتقدير والاعتزاز بالدور الوطني لعمال مملكه البحرين واسهاماتهم في جهود البناء والتنميه من اجل رفعه البلاد وتقدمها وازدهارها مؤكدا ان الحكومه تحرص على تعظيم المكتسبات العماليه وتهيئه البيئه التي تحفز على المزيد من الانتاج بعد ذلك اكد مجلس الوزراء ان حريه التعبير مصانه دستوريا وقانونيا والحكومه ملتزمه بدعم هذه الحريات منوها المجلس بان الحسابات الشخصيه للموظفين العاملين في الحكومه على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل اصحابها فقط وتغريداتهم لا تمثل موقف الجهه الحكوميه التي ينتمون اليها ولا تعكس باي حال من الاحوال سياسه الحكومه التي لديها من المسؤولين والوسائل الرسميه ما يكفي للتعبير عن رايها وبيان مرئياتها وعليه فإن البيانات الحكومية الرسمية حيال أي موضوع يهم الرأي العام هي التي يجب أن تعتمد كمرجع وحيد للوقوف على رأي الحكومة. وفيما كلف المجلس ديوان الخدمة المدنية بوضع الضوابط المنظمة للمسؤولية الإدارية لذلك، فقد أهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام تحري الدقة في اعتماد المعلومات الحكومية من مصادرها وليس من التصريحات الفردية التي تمثل أصحابها فقط. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمتابعه الاحتياجات الخدميه من المرافق والطرق ومشروعات البنى التحتيه بمدينه عيسى وكلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك بالتنسيق مع المجلس البلدي في بلديه المنطقه الجنوبيه. كما تابع المجلس توفير الطلبات الاسكانيه لاهالي بعض القرى والمدن ومنها قريتا أبو بهام وبوري حيث كلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة موقعين مقترحين لمشروعين إسكانيين في أبو بهام وبوري من جهة ثانية فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير بعض المواقع التراثية وتهيئتها لتكون مواقع سياحية مفتوحة أمام العموم وكلف سموه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بذلك بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجه على جدول اعماله واتخذ بشانها من القرارات ما يلي وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه مملكه البحرين في مجال النقل الجوي وتفويض وزير المواصلات والاتصالات بالتوقيع النهائي عليها نيابه عن حكومه مملكه البحرين بعدها وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاق النقل الجوي بين حكومه مملكه البحرين وحكومه الجمهوريه التونسيه وقرر احالته الى السلطه التشريعيه وفق الاجراءات الدستوريه والقانونيه اللازمه لذلك

بعد وافق المجلس على مشروع اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل رابعا حال المجلس إلى اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام مذكرة وزير شؤون الإعلام بشأن طلب إصدار صحيفة رياضية بعدها أخذ المجلس علما بالحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء والماء في التي ستنفذ خلال الفترة من الأول من يونيو 2016 وحتى 30 من سبتمبر 2017 وذلك من خلال المذكره المرفوعه بهذا الشان من وزير الطاقه. بعدها بحث مجلس الوزراء ثلاثه اقتراحات برغبه مقدمه من مجلس النواب الاول بشان الخدمات الاسكانيه لذوي الاعاقه الصم والبكم والثاني بشان مجالس للمتقاعدين وكبار السن في المحافظات المختلفه والثالث بشان مستشفى مستشفى تاهيل عام وشامل وقد وقد وافق المجلس على ردود الحكومه على هذه الرغبات على النحو الذي اوصت به اللجنه الوزاريه للشؤون القانونيه